وصل إذن التهاب أسعار الخضر في الأسواق الشعبية، خاصة في المواد المنتجة محليا، فيما يتخوف المواطن البسيط من زيادة هذه الأسعار قبل شهر رمضان. أحمد قارة والتفاصيل. والله ما قدرتش نشوفه غير بعينينا، والله لا نشوفه غير بعينينا، كلش غالي. هنا بسوق باش جراح بالعاصمة للخضر والفواكه، بورصة أسعارها وصلت أرقاما خيالية ما لا يتناسب والقدرة الشرائية للمواطن البسيط. بطاطا راهي غالية ما نشروهاش، واش نزيدي؟ كل شيء غالي. الله شوية شوية ما لحقنا والو. أقل من شهرين تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك، وتطرح العديد من التساؤلات حول إمكانية تضاعف أسعار هذه المواد. هنا رانا بارابور اختي خير من مارشيات الاخرين، بطاطا هنا وهنا 11000 12000، هنا راهي 7000، الجلبانه راهي هنا وهنا 13000، تخرجي اير شويه برك لي 13000. في رمضان والله ما فارغ، والله غنصور يدخل بالقفي يخرج بها فارغه، غندير ستوك اللي فوق في السواق، ولا الكمية يدخل بالتليفون، عيط لكم كوب اللي رافيكو كاين 4 كوامن، حبس كوامن هي، هنا بطاطا تطلع. المواطن البسيط العالق بين مطرقة البائع وسنداد المضارب ينتظر حلا جذريا للارتفاع الغير المبرر لبعض أسعار الخضر التي تعرف تزايدا في الإنتاج المحلي كل سنة.